هو انت عارف احنا بنعيش النهارده في عالم يشهد الكثير من الاضطرابات الاقتصاديه، وبتشوف معدلات تضخم تتعدى 10% في اوروبا وامريكا، ولكن هنا الحقيقه الدوله بتتصدر المشهد نيابه عن المواطن. يعني وانا بتحدث كاقتصادي اقول ان الدوله المصريه من خلال الحكومه قدرت ان هي تأخذ على عاتقها 80% من التضخم وتمرر فقط 20% من الزيادات السعرية التي حدثت.